دكتور مكي، ما مدى خطورة هذا المتحور الجديد؟ تحيتي لك ولكم شيخ الكرام، شكرا على الاستضافة وعلى التقرير. التخوف موجود، لماذا؟ لأنه نسخة وطفرة جديدة، سرعة انتشارها شديدة، والعدد العدوى شخص واحد يعدي تقريبا 10 أشخاص في نفس الوقت، إذا كان في قاعة انتظار أو في حفل أو في قطار أو في طائرة. التخوف كذلك خاصة عند فئة من المجتمعات وهم الكبار السن، دائما المرضى المزمنين، مرضى السرطان، مرضى الضغط الدموي، مرضى السكري. ونحن نعلم بأنه 70% من الوفيات في العالم بسبب كل طفرة كوفيد من نسخة ووهان إلى أوميكرون الجديدة، هي تقريبا 70% هم مرضى مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، ويليها من بعض الأمراض القلبية وأمراض تصفية الكلى. كذلك الذين لهم فقدان في المناعة، وعندنا عدد كبير من مرضى السرطانات سواء عند الأطفال أو الرجال كبار السن، فهنا الخطورة. ولذا المنظمة العالمية للصحة أعطت الإنذار مسبقا بأنه طفرة سريعة الانتشار، سريعة التغير، كما تفضلتم في التقرير ونشكركم على كل بروتينات المسامير الشوكية السبايك بروتين، التي هي في نفس الوقت تعطي العدوى وتلتصق بالخلايا وتدخل في الخلايا، وكذلك في نفس الوقت هي التي تعطينا المناعة، لأنه عندما تلتقي بالخلايا المناعية نستنتج الأجسام المضادة. الخبر المفرح هو أنه اللقاحات سواء موديرنا أو فايزر أو الصيني أضافوا إلى الجرعات الأولى التي جهزت ولقحنا بها العالم كله، أضافت إليها طفرات أوميكرون. نعم. بألف واحد وبألف اثنين، الذي هو مستنسخ منها. نعم. دكتور.